زينب سعيد اللي بيحد أدم أكو سلام يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صالحو أنا جا أبرتا كامد الموت لمي بلوكو قبتو أنا جا أبرتا مكاد لين بيجك دبلو أنت أمدينا ما مكو عايزيد وحواي أردا خلدم بكتميت إن هو يا عاي هدارك تان وأنا أنا أبيه جرنينين وأنا هذا الرضا يا ابتياشو يكون بدينهين وأنا مذحيس أد لو صلاحيوي أد لو صلاحي والرقب بدن مذحيس صلاحيوي مربع دارك تان نن توسك سو قلو أقول سو كول هن هو هذا واحد كسبه كناي وأنا هو يدي عيسيوي هو يدي بعيسي أو نبتي صوبته هبين كستا مرتقات بي سميريسا أبتي مرتقات وسميريسا أبتيجي بقى ماذا حكى صلاحي مركا رجع ونبو عقدت كقادة هذه سود وهذا دمانتين وهذه سلام يا وواسك تقبله وها قبل وفارح ولا الكيس معه كي كيرا بشر بالله متناين حسن قرو سعب كيس قرش ودرس كيش كنا ولا ورا وناجر سيكو شاها جاب كجا لقتي مع الشورية بناوين شن تابق بقريم سود وهذا دمانتي رين نبضي نقول آد بعدين سلام يا شرقرية عدل جدا جارسية بيت والبي مول بكتورة آذية ترى ذكرها اللقط آذية عقفك عايز تمام ماذا حنوم بالورد يا وأنا تي لقول لك هالله يا ولي ببلغ لك حريه آذية قرال بان مرد وسوق لي بيت كيجا أحمد مذوبية جبلان كجاه الله يو قرن دمشقي يا مقرر ساي المي كيان ك يا مارات ك وهذا فرعسي عقولي تقبله أيها السديبي وراني وسمت ديبين سمت ديبي دورو إن شاء الله أنت عدالة كي ماري سجبل لأن السديبي يمي لكن واحد درى كوربشن كا نعه سجبل لأن كسعودان كان لي يرق يدمر وأنا سك فكر هين ورين نبض يا نلو إسلام أو عارك كي مهما ذي قعدت هتقوم ويسد والله شبيا شميريو أيها عارك هذي سود وهذا ما شاء الله وحير بان وحوي وربحين ذي كسينا يا هذيات دور الشدة إيه ماشي مرة يسوي جبلان أنت أحمد مذوب ستة محوها هاي أغسطس بشان هذا صوص عطي سديدات إن شاء الله هدو إلى هيره هذا دور شان جبلان كرجيرينا هنا كده على جبلان نفطر كذا ومدحويرة دورته يا رجيرينا إن شاء الله هدو إلى هيره وين نعد دورتها تا أنت رجارين دور الشدة الصومالية وهذا باللابتي أحمد مذوبه وباللابيبه مقرر ساي يعني إذا كده بقيره يا هل يلابا إذا كتور يا قرال كساس ودقة يا هذيان قرال كاسو قري أرجو اسمه ديبين اسمه ديبين دورو أحمد مذوبه أنا أري أسوق وحاوي سياسة ده جبل لهم بارسكوينا نبكلينا قمر حيو وضع ذير كي برنامج تجي يا هذيان إن حقيقة جرتا وحيتها رج يضمر رنبت يا نلول أها وأن هلجن دير إسلا السوق هذا الني يا لاست ميرد قعنت أحمد بدوش مني أدير كذي أدير أحمد ذكواي هذيان سكش مية دمرة هذيان تعسان كهلي مركا وحارة بينا وحير إذا كده بجيو أحمد مذوبه أيات دور شذي الصومالية فدرال كيد دق دق دنيعي سمام الكيسة كوبلام سببته أحمد مذوبه لا دق دق أيو واللور ديو نقصه باللابي أغل كيس سرع وقرشي سيوال جيبة ويقاني نظام كي ويقاني وقصالينا يوحيتها أحمد مذوب بشا سيديداد حدا دلالة يسأل بشا حدا إنه قد نما ريسو سيديد يلاباتنك مريسو مركي نما تأغسط بكحوي أغسط اللابي يلاباتنك هذا أحمد مذوب لجد من تيغا باكت نما ريسو صوبة الدولة الصومالية iyad beesh caalamka ahmed madoobe waxay siisay laba sano oo kumeel gaare labada sano ka soo bilaabareyso bishii 8aad 22kadii 2019kii ka soo bilaabaneyso marka maadaama 2020kooda bisha 8aad 22kada ay ku egtahay ahmed madoobe la jadmentigi la siiyay ahmed madoobe groupkiisa waxay bilaabeen بوبسيس يدقدق
بوفشيشي الدقدق انت اي هستان شرعية دا اني وحي كوروبشن سمين كران اي سمين وحي بوبي كران اني بوبان وحي قربودي كران اني قربودان يي قواكو قارين اذيات سودا واذا رينا بدينا نشير قرية عجلد قرسية بيش والبا يميول بكتورة حقيقة لقال الله يا سيدي وحتاين والوشي قيام احمد الله بريتا قلبت ان شاء الله دو الى يرادو يا دورشادو قوار ريشو بالله يا وقال كسره وانا قوى سودا وينينا هدانو نهاي مواطنين الصوماليين وانو سودا وينينا هذيات سيوناك سنة قروح بدن ايانو سودا وينينا مرعون انترانكي دورشادا و صعدو ودقاقو سو دورو هكو دقاقو لكن احمد مذوب وحا او سمير ايو اكسما ايو وكا سمير ايو وحا لم قرر ساي عدالت اه متاي وحا لم قرر اكرام متاي وحا لم سودا وين كرام متاي ان لي سويديا لو باين آنه يا مواطنين الصوماليين وحنا لنا هاي ما ها وحلا وقنع كرو ما ها وحلا سود وين كرو ما ها وحلا أراكر عدالة بكل عضي ما ها أحمد مذوب إليهم بان نجا قبل كرو أراك كان صقري إن مردو بيجكي سوقي وادبوي أحمد مذوب صدق لين أسحر ولا يارا وإنديا وكريمد ياكس ما يوجو جواب وين ميل يرادي فنيان فال بيتوريا نجا نجا على ماشان هذا مريء ماشان هذا السعودية وحنا كمان دوري waa ku fikiray already waxa way sixiroolayaashaas sa tabka u qaraacay dag 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 way u dhiibayaan dublo halka subarayaadiyan marka ilaahay uma naga qaba kar odayga si uu buu magaraysay hoosiisa u socota dhageysta afar kursi yu magacyadooda axmed madoobe soo saaray afar kursi oo aqalka saraa yu magacyadooda soo saaray afar taas kursi uu soo saaray waxa uu sameeyay magacyada asaga u diyaar saraa oo kol mar hore si diyaarsado ugu tala galay ya warqada ugu qorra naamlayaal oo karbaasay oo badal lageeyay oo xiniyaha kalbad looga qabtay oo la qaraacay oo suxi loo baahdilay oo naamlayaal ahna liiska waa daba dhigay aad iyo aad dhageysa dalkaas Soomaaliya waxaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed ay xor ahaadaan oo siyaasadu si xor ugu qayb qaataan ayaa la doonayaa ودل كميسا لو ربين وآذا وميسا محمد سياد برعا الله ونحاريسته وحان كورا دقالاني ان دولاد دي سيقروح لبنيد اي افريكا وحوق بدنيد لورو دي وحايا حيد ان امر كتاقلين ايا كاليجي تاليني اي امد دي ديش احمد مدو مركات وحو وضا امر كتاقلين ايا كاليجي تاليسني ايو وضا او حقيق نبه صوبتو او حدادان احمد مدو بقى عانتي ساشمين oodan u nacamleen siyaasadda macnaha ee deegaanada Jubaland waxba kuma leh waxa ay dhabtay hada dhageysta afarta kursi uu soo saaray afar nin oo wata jirto oo loog yahay oo cad waa ninka farteeg la yiraado Ilyas Gabose Iftiin Basto iyo kan kale afartan nin already waan ognahay inay yihiin nacamlayaasha Axmed Adeerkay gacmaha ka shubiyo ee weesada u geeyay jiga musqusha u geeyo ee marada uu xaarka sayo tara gacmahooda ku dhaqa inay yihiin anigu waan ogahay umada Soomaaliyeed way ogtahay dhageysta barka meesha kursiga la yiraado firtaag oo beesha mareexaan leedahay oo la rabay dadka mareexaanka ah ee reer diiniga ah inay kursigaas ayagu ay ka tashadaan aayihiisa oo meel u fariistaan oo magaraysay qofka ayaga marka iyo dadka u tartamaya marka in si cadaalad loo tartashiyo Axmed Madoob hangool buu ku qabtay qoryara waa u qaatay wax reer diin iyo mareexaan oo ii soo dhaweeyeen kara haba yaraatee ma jirto yiri wuxuu yiri farataag oo xaarka Axmed Madoobe dhaqo oo kastuumooyinka Axmed Madoobe dhaqo oo u baahdilan oo ognahay oo nacamlo waa sidii eygii uu ku xamaasho farataag waa lagu xamaashaa wallahi been ma eyga dhaamo oo la yara sharfa laakiin farataag ay waa ka xun yahay waa jawaawa Axmed Madoobe uu kariyeed gareeyay oo si xun u baahdila weeye oo baahdila oo yiraahdo orod biya caagada mashquusha aan ku aaday intuu biya ku shubu yiraada sayid kiyow axmedow axmed laandheero ninki laandheerahaayo mashquushan ku geeyay caagada mashquusha yiraada waa ninka fartaag la yiraahdo kursiga uu ku fadhiyana beer maraxaan la yiraado sadad daarooda iska leh inay ayagu aayihiisa ka tashadaan oo dadka u tartamay ayagu soo xushaan oo tartan cadaalada reer diini la dhex dhigay ma aheyn axmed madoobe nacamlihiisi iyo wuxuu yiri mid darawalo la qaaday badal lageeyay la soo dilay la soo qaraacay oo suxu loo baadilay oo biingad looga qabtay xiriyaha yaa la yiri ma waa darawal wax weeg yahay male
مشرح وا طيب اللي ويرادي مرك كرسي ريد ديني ولا يا سيدا سيكون بهدلين او ماشاء الله وذا وحور احمد نكا عار كذا قيه وشكمان ذي سو كقوي استو دقيه تمها جرك الدواء مذا وشذا عمريو يدونه يا فرتاج لي ريد والله يا ما عقيده كرسي كلام بيرش كوما ذا لهي قول الربيع نيب مجرس هاي بيرع كوما ذا كتر طبعا وحاوي وذاك عبد حاشيها أول جيبه هنا عملين دري أحمد مذوبي النفط أحمد مذوبي النفط إذا هو ريا أورنجري وعبد أحمد حاش بس مكايل كسر جذي وحير هذا الجبو بتاعي وكاش كيي حتى ترتك كم صدر مذا أذكرنا يا محمد سويرة أول يراده إيه رقم بوصل لي هذا يو يركاري بلادي لما كانوا نعمل يالنا ومش جوجير وحير كلا مرك أحمد مذوبي كراس تسدد دها الدورة تجيب بلاريس كرهيد إلا الدورة إن مجرس هاي سي حلالة بيرها إنتي لوجو عليو أيا قول الله ماذا يصدق إحنا قطر تبع سينا يصدر سدال الدورة إيه برلمان كجيب بلاري إنتي لدح جاي الدورة شر لو قادلة أو عقل إيا كا كرتي وكرامو دت كله قو دور الله أحمد وحيري وريا كاري بيت كادر ولا كرسوك عيشو سعيد باستر عرملي وحيري aruhaad keenta mid kugu masaag mid waalan oo ismaayil laga yaqaano oo beesh urmara ka dhashoon garayno oo mar baaras laaha markii hadda u dambeysan ciidamada ku biiray war wareerayaadiyan markii dambana gacayaraha aad iftiin baasta noqday oo wax u soo adeeg jiray yuri iftiin baasta adna kan ayaa ku la maanaya oo dardareysa marka cadaalad daran noocaas ya deegaanka nagi anuu nasab sheeganeynay iyo dawladda dadka Jubaland ka ka jiro marka meel aan ognahay inay cadaaladeedii noocaa tahay lagu kalsoonaan karo marka waayraad hadii marba dawladdi federaalka ahayd ninkii ugu sareeyay ra'iisul wasaaraha ahaa ee ra'iisul wasaaraha jacalaa maxam xuseen roobla uu yiri waa soo dhaweeyay maxam xuseen roobla waxa soo dhaweeyaysa ma fartaag inuu darawalkiisa la tartamo iftiin baasakii gacayaraha la tartamo oo beelihii dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubaland aan loo madax banaynin oo siyaasiyiintii reer Jubaland aan si xor ah u tartamin oo xaqooda ni walba wuxuu asaga markaa arfkiisa u gooyay qaadan lahaa laga reebay Axmedow markaa waa sababta gacantiisa loo shubiray waa taawi dagaysta aad sababtu la degdegay Axmed Madow loo ordayo oo la qararayo ee darawalada iyo arigu darawal baara aad iyo aad ee mala darawal ee loo ordayo la arsiray hinoos ahmed midoobe 22ka august 2021 ee wadaarkay noqon doona madaxweynaha hore ee Jubaland noqon doona habeenka waa sugi la midnight habeenima markii la gaaro waxa weey deegaanada Jubaland oo dhan haday tahay Buare haday tahay Luuq haday tahay Garbahare habada rudeyna dag 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 oo dabal dagayno ero xulki ka dhamaaday madaxweynaha hore ee Jubaland waa suglana marka Axmed Madoobe si aan buuq loo gelinin oo hadhow loo oran madaxweynaha xilka dhamaaday wax ma soo xuli karo yuu bob siiraya dalkii oo dhan oo aanan wali dhaqaaq badan aas u san jirin oo xaaladdu beelahi dib la isugu noqorayo maxay koofur galbeed qabaayladii baa dib la isugu celiyo oo la yiri reer Hebelow kuraasta qabaayladda kuraasta qabaayladda loo kala qaataa raxweeytii iyo dadkii jareerweynihii iyo dadkii degara ee koonfur galbeed ogaadeen ka dib la isugu celiyo oo lagu yiri war kuraastiina horta bal soo tashada keena dadka aad ku qaracsantiin inay kuraastan u tartamaan oo loo kala saaro madaxweynayaashii koonfur galbeed iyo Hirshabeel iyo dadkii qabaayladii baa la heshiisiiraya oo nabad iyo dib loogu celiyo la yiri war nabad ha la qaato si nabadaysan oo magaraysa qabaaylada aysan isu dilin oo loo dagaalamin way loo heshiisay Axmedow qabiil ku heshiisay reediin kursigoodi waa ka darkaysa fartaago xaarka u dhaxaarka ka dhaqo waxa u dhiman kaliya hada garku ninka fartaag la yiraahdo wallahi beenma sidoo u baahdilan yahay ogtiin ninkaas reer matalo oo kursi dharo ee deegaan dhan leeyahay matalees manam ninka dhare reediin subaxii wuxuu qasaa aaway caagadii dibo subaxii wuxuu qasaa daama madoweys suu raal galiyo odagaad erkay wallahi beenma suu raal galiyo daawo madoweys u qada u qasaya xafiiska Axmed Madow wuxuu ku soo galaa daawo madoweysadii yaan Axmedow ku qasay garkaan rabaa intuusan eradu aysan soo bixin ina ku mariyo magaraysay Axmedow marka qabeeladii dib ugu muusa cel kuraasti
meeshiisiin dadkii magaraysay labeenta u ah siyaasaddu inay ka qayb galaan waa u diiday wixii wuxuu keenay meesha jufur jaafuqa ee dawladowashada u qasay ee shukumaanada u dhaqayay ee asaga nacablayaasha waha yuu yiri waa aqalka sare warka warrabade waa aqalka sare wuu boobsiinayaa odag aad iyo aad dhib male axmed oo iska boobsiyaadeen macaan annagu mar haddee doorashada noo bilaabato insha allah hadduu ilaah waana sababtay reegada u tashadeen u yidhaahdeen annagu haddaad sideed daba garaysaay xagga aad aqalka sare qaarkood aad daawamadoysada ku qasatid aad iyo aad kuwa yararka xildhibaanada aqalka hoose waxaa weeye annagaa samaysanay ree yidhaahdeen marka xaaladda horta waa sidaas maamulada kale aamusaneed arkaysaan la dacaayadeenayo wax waxay rabaan degan karsan dad isdilin qabaa'iladu heshiis ku yihiin qabaa'il walba kursigiisii iyo qabaa'iladii ay ka dhexeeyeen kuraasta in dib laysugu celiyo oy magaranaysaaye tashadaan si nabad ah loo tasho loo soco axmedow yuu leeshi yuu la hadlay mareediini buu la kulmay mocoor maruu la fariisto maya magaalo jecel buu la fariisto waa maya ma absamuu la fariisto waa maya daawidii wixii u qasay oo dhan buu yidhi orda keena warqadihii soo gudbiyashadii laakiin markaa insha allah waa laysaga dambeyn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo jubbaland xor bay noqon doontaa way xoroobi doontaa ilaahay wuxuu itusi doonaa kismaayo oon axmed uusan ka talin oo muwaadin kale oo soomaaliyeed uu ka taliyo oy dadku si nabaday ku tagaan waad ogtahay dadeeru axmed ninki cabdilaya reer cabdillaana reer cabdilluhu ayagaa isu xun dadkoodana way uxuyin soomaalina way uxuyin wallaahi been ma cabdiley ciidan baa la siiyey maamul baa la siiyey reer cabdillaun buu naasaha ka wada jiray wada dilayo jeelogaadeen u samaysto axmed owena sidoo kaleeto ogaadeen buu dilayaa baabirayaa rafaadiyey afmada biyaheeda laba cabo dhibaata ka jirto ilaahayna kaa dhaafadar bacad insha allah dilara baasho halkaasay horta baraysaa axmedow marka waa ordayaa wuxuuna ka baqayaa labiyo labaatan inay gaarto ogosti oy baasha ku gaarto oo la yidhaahdo la jadmetmati wuxuu rabo marka inuu wada baalashlayaal iyo ciidankiisa aqalkii sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kuraasti jubbaland intuu ka buuxiyo uu yidhaahda marka haddaa rabtaan madaxweynihii horay dhaha aad iyo aad oy soomaaliya rogmato oy qasanto oy baabaado aad iyo aad shucur baabaado jubbaland meesha la yidhaahdo budland waad arkaysaan dani waa dhaqaaqi laaya ciise maxamuud hubkiibay la soo baxeen cumar maxamuud hubkiibay la soo baxeen dhulbaahanta ciidan iyo rasaas iyo dhaqaale iyo tigniko ay isaaqu ka soo qaateen baa laascaanood iyo buuhoodle sidaa u dhooban hadduu dani isdhaqaajiyo isku dayo tabta axmed madoobo kale xabaddu way qarxaysaa warsangeli buu hadda bacbacsanayaa warsangeli inay hub haystaan iyo in kala garan maayo anigu sibaa loogu degdegayaa iyo cali saleebaanka degan bari degan boosaaso dani wuxuu yidhi nagala taga magaraysa laakiin ciise maxamuud iyo cumar maxamuud iyo nimankan kale ee dhulbaantaha waxaa weeye taangiyey ishaarteen baashu hadduu isdhaqaajiyo inay baasha bilaabatay doonayaan sababtoo cumar maxamuud waxay rabaan siyaasiyiintooda waxgalka ah ee ayaga matali karo ee majarteedna matali kara budlandna matali karo inay federaalka u dirsadaan ma doonayaan aaran jaan iyo dani inay sida axmed madoobe rag mashquulaha u geeya biyaha in la keena meesha ma doonayaan rag macnaha kuraastooda matali karay doonayaan aadiya waa sababtay hubka iyo quryaha bannaanka u sartay dani marka waa yara baqaya axmed madoobe dadkan kale daduu duloystay weeye daduu behad dilay weeye daduu magaraysaaye al-shabaab uu axmedoobedhegeysto axmedoobe siduu axmed madoobe u yahay madaxweynaha jubbaland u yahay haddaad hadda isdhaqaajisidood kismaayo iyo jubbaland meelaa joogto habeenkii wuxuu ku imaanayaa asoo al-shabaabe asaga dee asagoo al-shabaaba ku imaanaya oo cumaamad madaxa ugu duubanto allahu akbar allahu akbar murtid murtid kugu haya been ma axmedoobe marna al-shabaab buu kugu noqonayaa marna madaxweynihi jubbaland buu kugu noqonayaa marna waa sirdoonka kay kugu noqonayaa waa dadkii marka reer jubbaland-aha waxaa weeye kuraastoodii ma dhacsan karaan kuraastoodii ma dhacsan karaanoo way baqayaan waxay ka baqayaan axmedoobe cumaamad wata inuu caawa u yimaado wuuna waana dhab wuuna ku imaan habeennimadaa soo socdo ninkii dhinaa madaxweynaha ahaa ee jubbaland madaxweynaha ka waxa arkaysaasoo bu-aale ama garbaharay cumaamad madaxa ugu jirto allahu akbar allahu akbar ku hay oo garka wuu soo caddaysanayaa marna
هذه مركا قبائل هذه دقرات جبلان لو ما مدح بنانين إلي كراس طودي إي سياسة طودي إي حرو نقضان ودار كيسان ورغدا هو أحمد صادر صدي هل بارة ورغد جبلان إي كتب المجرد رغد ديني ويديك هايدي ويديري مرعان كلا هاي دبيو نيكال لا يرادة فرتاق واني رغد ديني كرسيكو كوفا ديارة هو كرسيكي رغد ديني بيش رغد ديني إي مرعان مالا يفريستي أي كوتا شتي أي كو جارتي أي رجا ترتمي دورة أضياشي وغاسيادي الدقن كي يسوكو بيين رد ديني أو مية جرتا ومايا فرتاقو دوك تينو هادي دي كرشا كيني أحمد وقصو داوالا مدوي سادا وقصو وقركا قركا كوشا غلي وحكالا شغدي سبا قركا أحمد مدوي بومريا داو مدوي سادا هادي أبصابا وإذي كاري دي ويدين وكا مات مقابل كودي وحقالكا أهانا لودي دينو كسمايا صوغرو إي عبد علي راجاها عرك كنا قلنا وير أرجع عبد حاسئها حتى الله تشل هنا الله يسوي مالها أبصروا ميان مير عوليها رو يمحمس سوير محمس سوير وقرس هذه إيه نمك الله يرى مكاهيرو إيه به قري إيه عبد الله وتلمقو عبد الله قد داير ما بدي جاب بدي جاك هذا مير فري شنا يوم كنت شنا نري إلياس قبل ساعة أنا متل يو نج ميا ميجرته وامي أحمد أبو بحر يقف كيري وركاجا مكاهيل نقلتك مقرر سيارة ورنيري ميلات كتب لي بدأ دكتور نقو وراك هاجس محمد شوير وقال ماش هذا وإحنا عاسا مركا إنه قصع وعدنا الدروي مرك جبل لنا وأنا كقصرنا إلا أنت كيل إنه جبل لنا حرة حلالة لوكل صورا كرو دتكم مقرر ساي فكر كود حرويهين ومقرر ساي سياسة السيمة بنا لوجا غيب هذا كرو أنت كيل إنه وأنا أنا وكقصع من مذوي جبل هذه بركة soo dhaweeda idlay dhabaatiin meel batadiida kaga sugatiin waa weesku dubro waa arigu been ma aqaan wax been la yiraado arigu garan maayo hada ninki koofur galbeedaysta ee saaxiibkay cali guudlaawe waad u jeedan beelihi abgal artab gaaro kuraas ku dhagan oo ayagana hub qaatay oo xabada qaatay yaa la aado magaraysaa la soo nabadeeraya kuraastii baa loo kala bedelaya sidee magaraysaa dadku ku heshiyaan baa hoos u socota أحمد ودك دك واحد دولت بن دورينا دل بن دورينا وما نمط بن دورينا لكن عددا داو مذو سكر كئيب مرين الشباب بكون قرية عددا نارو قعنتي إذا سمرين سياسة دك غير غير ميس هذه سوالي أقول يشتو أدر كين هلاجة وحقوير هلاجة دبعي أدر كأحمد إسلام وحوي مالمهن باش عقت عقتها وصار هلاجة يرد داي أرسك وضل لك هذا أول شباب رهيب رجل بلا عين النار اللي كرتو هي عيد بقرسة حق هذه حقوق ذي الدورة كرتو بجر تذكر هو ذا بقي نول بروح كم بقيان أسكري كم بقيان وكان أحمد أمير نبي الله أكبر كوا يوم ما مد دود إنه هو صقر وجه كي بس عقاش هذه كم بقي حتى هو قربير جوجا يري هذه أحمد هو كقول و و بقي وعم صار يا نفط الكود هذه مرك حارد وسداس إن شاء الله هدو إلى يريدو أحمد نوعاوي وحباكو أمارة يسوع دول النبضة أهار ووضعي وحبو الصبير أيوه هاي سكوتو دادك هادين لدردر أيوه أيوه أقوليه أنا ورنتو ما يدي شيء من هادين أقوليه دادك ديقاك هادقراء إلا دردرو وياقوي بغي ياقو طالباش واسعطو أنه هادانو نهي النبض إيا النرول إدازة ميارة وحو صول ولاق أحمد بدو طواكا سيديد واسيديد ونوح ودى اللورد هصول ولاقو إن شاء الله وقدم بين حمر مبال سوي ما ندونا sidaan annagu uga dhaadhicino inaan nabadiino nolonahay dalkan meel fogaar siirayno insha Allah duuleeyraado markuu soo noqdo madaxweynaha naga maxamed abdullahi farmaajo seefta waxaan kor saareyna abtiga axmedow kor saareyna insha Allah duuleey waraad baydi salaam ya baasho halkaas ay maraysa axmed madow wuxuu la degdegayo darawalada iyo magaraysaa ay fartaag iyo raga garka uu madoweeyo oo shaqada u sheeray wacwi 22 August la jadmeetiga madaxweynimada ayaa ka dhamaareysa aadiyad danina waa baqaya dhulbahaanta waxay la soo istaageen meesha la yiraahdo boodle intaas oo technique iyo hub ah ilaa 17 meel magaraysaa waxay leeyihiin dhinacaas waxay yiraahdeen haduu dani taabto adeer garawaan maalin cad waana run tukarraq bay taageen nimanka dhulbaad ayagoo calankii wato Soomaaliland wato iyo tukarraq jooga waa 30 km dar way arkayaan markuu musku shaadayo markuu weysada aadayo markuu salaada aadayo dani dhulbaanta way u jeedaan aadiyad haduu dhulbaanta kuraastiisi
uhunguriyeeyo waxa weeye tukrag bay ka soo dhaqaaqayaan calanka Soomaaliya oo taykada taagayaan garwe waa la qabsanaya dari iyo aranjaan waa la qabsanaya aad iyo aad markii dari waa cabsanaya gacmo yar taagtay wuxuu weeru xulay dulbaanta fargelin maayo degdegi maayo si degan qabeelada ay isu noqdaan markii qabeelada isu deystaan oo anaga hebel qaadnay reebel baa u deesanay yiraadaan sida in doorashada si nidaam oo degan axmedo taasa waa garab marayo waa hawshiisa waa bariga dhex aad baa idin salaam iyo waas ka dublo waa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا شرفت إيه قيمة إيه غاية بدا سود وهذا ومسكين كي مسكين عاوي هذا قبرة تمر يا مشط يلا ملغول بدوني دع لذلك جوكتين سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سود وهذا أصحابتي إذا قيمة إيه غاية بدا ومسكين كي مسكين عاوي هذا قبرة تمر يا مشط إني حيسق لي كسر سن حالة دلك gobolada dalka iyo adduunka dafiis soo dhawaada allah ani sharfo caawa maxaa isleeda gudoomiyaha waa inii soo wada shalay waxaan ka digay ayaa caawana taagan soomaalidu waxay tiraahdaa haddii biyo aad iska moosin way ku soo gaaraya biyo intaysa ku soo gaarinaa layska moosaa anigu ma dhihin maxaa kismaayo ka socdaa muxuu ra-iisul wasaare roobla la socdaa mise uusan la socon waa gaarsiinanaa ra-iisul wasaare hadduusan la socon waa gaarsiinanaa waxaa socda wixii kismaayo axmedooba doorashooyinkii intuu u diiday oo ka dhigtay gabar wax adeer u yahay iyo wiil adeer u yahay ayaa magaalada kismaayo ka socota dadku waxay noo soo tabinayaan dhammaantiin waa salaamantiin allah insharaf meel walba aad joogteen waxaan leeyahay gul iyo gobonimo wacalaykum assalaam ورحمه الله تعالى وبركاته اصحابي فيديو شير غريا اوا فروم كينيا ايان وكو جيدا ايان حاج خليف و فروم كينيا دايتر وكو قسمنا انان ارغاسا سوقرت كليان كو سلامو دمانتي نوحان ليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمان ددكو هدان واحد جير لو سو بندين ددكو مقل ما يلنيان oo waxa marka ay dhacaan ayay la baraarugayaan haba macantu calaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijka ayaan gudagelaynaa shaqadiina maxay tahay markii salaanta aan ka wada qaado dhammaantiin waa maasan tahay walaalkii macaani ducadiina iyo jeceylka ay qabteen in ka badan ayaan jeclay waa waxa hadda i kalifay anoo dhallinyaro iska dhexgeli kara oo magaalada ka yimid inaan idhaahdo asxaabtaadii bal updatekii ugu dambeeyey boqoradayda riyaad cabdirashiid walaashay macantu adigana waa ku qasbanaa inuu ku salaamo maxay yeel boqoradeeda tahay allah ku sharaf marka soo dhawaada meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala faarax cabdi adigana waa ku salaamay maadaama nin culus oo barnaamijyadeeda ku xiranaa tahay dhammaantiin meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay kismaayo waxa ka socda aduusan ra-iisul wasaaraha ogeyn hadda ayaan inii akhrinaya waan inu kuu celinaya kismaayo waxaa ka socda kismaayo waxaa ka socda warar ay i xaqiijiyeen shacabka magaalada shacabka jubbaland ee magaalada kismaayo degan oo aan maanta ilaa duurkii xog wareysi xaaladihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo aan kala qaadanaynay waxaan leeyahay qof walbao i daawanaya iyo qof walbo i fiirsanaya fiidiyoga alla sheer gareeyo meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaad asxaabay soo dhawaad soo dhawaad meel walba aad joogtiin waxaan rabaa inaan in la wadaago xogtii ugu dambeysay ayaan rabaa inaan la fiidoga hala sheer garay horta dadku ha soo bataan waxaadan ogeyn oo kismaayo ka jira waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo marka koowaadna aad fiidoga sheer garaysiin aad kareeg kismaayo u sheegtiin in warbixinadii ugu dambeeyey ayna soo gaareen magaalada kismaayo xarunteeda madaxtooyada kismaayo waxaa ka socda loolan siyaasadeed oo axmedooba ugu dan leeyahay inay mar kale soo noqdaan nimankii qaa'imiinta ahaa ee dalka iyo dadka qaa'imiinta ahaa ee dalka iyo dadka dhibaatada ku hayay dadkii gatana oo ka mid ahaa warkayga si fiican u dhageyso warkayga si fiican u dhageyso ugaaso cabdi adigana waan ku salaamay habar macanto dhammaantii meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay guul iyo gabanimo mid lamida maxamed mahdi cabdullaahi mid lamida
وما سنتين مركا وحان ربا انا الفيديو وشير جريسين ودتك قريس وقيسين دتك ايو قصيدو وحان ربا وحان هاي قدو ميه ويل دل يراء واغون يهنا ومقالة كسمايو كسوغن رجيني يدالك الدولة نمدا يني سوق قارتو مقالة كسمايو رجيني يهميك اوغب ايان هاي وحان هاي دل يراء اد اياد وطير بضن وحان هاي دل يراء اد اياد وكل سعدا يا أي وادلين يرو وادلين يرو نبضي النورا لا وادلين يرو وحول بقى مجال هذا كسماء كسر هذا دكت وتاجية يدو هنجب هذا إيه ورا قضو إيه عم سجلين الكوهاي قدام يحكت أم كله وداجي وحكم ذا إن سناتر محيري سناتر عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاك إيه سناتر إفتين حسن باسطة و مدحوينها جبلان و مدح بني إني كان صدان إدا أي لتر تمي إدا أي لتر تمي يعني إيكو أي قعنتو دكو كان صدان واي قلبت ساعدو مركا أهيد كوذي دور نمو مركي دور كي لغسو بحي أي شيخو ياشان أحمد أوبي يا عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاك يا حسن إفتين باستو مدحوينها جبلان أي شير لي ياشان وحنو أقلاضي إن أي كان صدان عدة أي روان وياي ياي كان صدى المركة ساعدك بعدي صلاة دي عصر أيه قد بيستين أو مدعوين الجبل أو قد بيين دتك إلا ترتميان يا واي دتك إلا ترتميان بالوركيجا سيف عون دقيس بالوركيجا سيف عون دقيس بالوركيجا سيف عون دقيس أنا كعو سنة يا دتك عيب تمي سوري أنا كعو سنة يا قفن بلوك ساري عبد الله سومالي وكوجي ذا thank you عباس thank you عبد الله لما انتوا ما سنتي تغيرياش نقول ان الله ينشر مركا وعرمنا دتك ان انو عدينو عدا اي كان سنه ان لا ترتبان او والله ساعد مركا هيد مركا ايو قرال يو سودري و خيو غدوميه صلاه دي عصر ايا لا سو بخي كبعدي waxay kulan ku yeesheen madaxtooyada Jubaland سنتردي عن كوشك فرتاج ينكي كره ويا فرتاج وحو كان صدي درول كجاري أولا درول كجاريز أو والله وحو كان صدي درول كسج جاري أولا يو كان صدي وكلك تنيك الله ترتمي بالوركي سيف عون دقيس الله قد قدور شو إنك مركا الله سمي معيش قذى هيا معيت عارف أنا في دوقة جارسيدين وقريس وقيسين قدوميها قدك الدور شوينك إيه قدوميها قدك خلافاتك واحد الله مقع عبش قدر محايا مقع يالميا مسو واحد الصعوضة إيه واحد نعي ميسن لسعن ميسن دين قدر نكا درول كاقواي مال ربو دوت صوماليات أيها كلا ترتمي بالوركيجة سيفي عمو نقيسو عين كعو سنة ياكم ديدين الجوجدين وفيدو قشير قريسين وعن ربع عاو حقيقة جرتا إيه إن أي بين اسكو الشيقيان مدعوينها صوصعوضة نقوم محمد عبد الله فرماجي الله حفيدي إنه يهي يعني عدينه وياي وحوك إن صدي فرتاج درول كيسي هلك حسن محيي إفتين حسن باست وكان صدي ويل لدا شيء حاس كيسه قبل أو خبو كاسي أو سنة ترك أدري وحبر شد بدأ الله أكبر الله أكبر إفتين حسن باست قبل أو خبو ولكن كاس او سجد دبد ودري او وحبرشا ايو كان صدي او لا ترتمي وركيجا سيف عون دغي استفيدو وانا شير غري محيري محمد عمر جيدي او كتر سنه غلا وسيرده دولتي مدعوين حسن الشيخ محمود حدن كو سغن كسماي اسلام مركان كميد اه ددك دوني اني لا ترتمان افتين حسن باسط اي حقيقي انو كان صدي سيدقيس او قلبتو حقيقي شعبك مقالة كسماي كسوغان دمانتو او نشيقي نكاس انو كان صدي سيدقيس وان كو وعلنيا مركلا ان كو وعلنيا مغلا دو جيرو مغلا دو جيرو مركلا ان كو وعلنيا ساعدو مركا اهيد صلاة دي عصر مركي هروح اهيد صلاة دي دور او يري عدة ان لا ترتمى صلاة امهالا كان صدى إنك سيسب لي أني أي إيدي ويا إفتين محمد مجعيسي سنتر إفتين
انكور مرة رالي هذا فرتاك سنة الفرتاك وحو كان صديد درول كي قاريس لكن ما قعيسا ماشان موسو يقصو حسين لكن افتن حسن محيري افتن حسن باس وحو كان صدي وي لبدا الشي حاسكي سكاسي او سنترك او قدري وحبرش الدبدا شعبك مقال ذاك اسماي قلبت هذا هين تقوم بضن ايه هيا وان سيداس لبداس خفوض ايه اللي شغيني نمك لا ترتميان وايه محمد عمر قيدي او كترسن قوليه وسيردي دولدي مدعويني هوري اي صومالي حاسي شيخ محمود هادان كسوغان كسماي اسلامر كان كميدا دادكي دوني اني لتر تمام افتين حسن باستو ويا ايا حقيجي قلبتا انا حقيجي دادك ويالادا كسماي يوضي هاشي لغن انو كان سدي سيديس وحا كميدا قبر كلا او يدان اتر تمسا اغل كسره ايادان وحيشاك تا ان بوس كاسي لديدي دادك لتر تمام يعني مكاس كان سدان وحو يري افتين وحا لتر تمام يا سيديس يعقوب إبراهيم إسماعيل ها ماشان دمو يقول صدري هلا هلا إفتين باص وحلا ترتمي سيديجي يعقوب إبراهيم إسماعيل أول هذا الشيء حاسكي سقديج إبراهيم إسماعيل وأنا عدالة الدرة وين اللص عدم قد يقدر يشوين كوين الجارتي معايا البد بدن أو ترتمي أي جواب تكسرن sida kalena gudoomiyaha ku xaqiijinaya fartaag inuu keensaday darawalkiisa uu ku kalsoonyahay oo uu keensay in la tartamo waa sheenkii galmudu ka dhici jiray oo la iska keensaday nin walba gabadhu qabo walaalkeed iyo darawalkiisii askari ciidan xilibanadan waxay ku soo baxeen been in xalna ku soo baxeen kuwa nabar gidir waa la taadi waa sheekadii lala yaabnaa labadan mas'uul ayaa axmedoobe uu xooga saaraya warkeega si fiican u dhageysa labadan mas'uul ayaa axmedoobe xooga saaraya وانا لبدا كلية وكو كل سوني هاي عدو نقوها مدحوين فرماجو فرتاك وحي اسكو بيليهين مدحوينها جمهورية دا فضلالك الصومالي وانا عدو يسكو وات مدحوين محمد عبد الله فرماجو سيداس ايو كدور بدي احمدو بينو نكاسي بوزكا وكان صدقوفك اساقا لطرطمية سوء نغض سنتر بالوركي ايجي سيفا عون لقيس بالوركي ايجي سيفي عون لقيس دور الشوين كحي اللي باني ماذا اغلق سراء ايا كدوان مدي قلاها الشعب ماذا مام القبل ايضا اي اود بعد كلها ايان اني اميان عدة مشارحين تقن قنصة لكن دادكو كسماي وحي اسوي ديني وحا طلابات اي وقاد الله ايان قد دور الشوين وهو راي قدومي عرو وحا او طلابات وقاد الله ما داما اي دور الشدان كبدلانتا دور الشوين كي مصماسوغا يبنت او قد الله سميهي او نصيحي رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية اقبلي مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية لسكون الرعي او مامو القبل اذا يمعارض كيكو قنع سيهين قد قدور الشوينك صببتا الريك اسماعي سويديني وحي كميتا الا هادا واح جواب لو قبي حلاية دادك اوباهان اني اي ترتمان او اي رمان اني الشرحان لو ديديو احمد او اي جولين ان لديليو kursigaas inay seen helin marka su'aashaasi gudoomiye waa in la weydiiyo gudiga doorashooyinka ama santa waxaan rabaa marka shacabka Soomaaliyeed ay daawanay hadii fartaag uu darawalkiisi keensaday iftiin baasar uu keensaday gabadh uu qabo walaalkii gudiga doorashooyinka maxay qabanayaan shaqadooda maxay tahay waxaan rabnaa arintaasi inay is weydiino maxay yeelay gudiga doorashooyinka waxa loo sameeyay muwaadin walba oo reekis maaya jublan inuu xaq u leeyahay inuu tartamo kursiga soo tartamo lama dhihin ogaadeena kursiga iskale lama dhihin hawiyaha kismaay degana iskale lama dhihin qolooyinka kale ee kismaay degana iskale lama dhihin waxaa la yiri qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ayaa u tartami kara kursiga aqalka sare ee baarlamaanka Soomaali cid walba u tartami karta hooyada kismaay aanay ku gade way tartami cid bini aadan u diidi karta habe habeerate ma bal warkeeyi si fiican u dhageyso bal warkeeyi si fiican u dhageyso bal warkeeyi si fiican u dhageyso waa maxay sababta ay talaabo u qaadi laayihiin sababta ay talaabo u qaadi laayihiin gudiga doorashooyinka wax walba oo loo soo gudbinayo ee fool xumada ee dhacay
هدان كسماعي الله يقبل واحد كسعده قال مدونا وحين غنيان إن ما حد سرادي أدواي يكن حتى وضد وحين غنيان كفرق البيت كي لبان كي أفري لباتك سعتوجها الشيخ شريف الشيخ حامد السعودي إنه مستقبل هالكثير أنا حت رجع يسيب عندك إيش ورا الحقيقية أي شيء جية إن قدوميها بار ورا الحقيقين أو إيش سو جارية جوهر أيه أيه حقيقية ده كده يعني إن قدوميها برلمان كا هيرشوا على أودي ذي قدقي أغلى كسر إنه صابن ده تاس أو كم يعني إن حلبان هذا لودي ذي برلمان كا هيرشوا على باصفار كده من المسي بروك هيجي سيف عون ريس إن عدوا البمرك من الدولة ده أطلس مسيرة إيش كطلس قدامي برلمان والبعضو إسبارة ديت هدي إنك قلنا بدك جو إسبارة ديت هدي أحمد دني علو لي إسبارة ديت دولة نمدو قارم يشقينا صح محاسة جودي كان دوري شوين كلوسمي محاسة جودي كان دوري شوين كلوسمي محمد عبد الله فرماج وصباح يا عيد هوري ستايك ارتابي راتمر أما فرتاج سوعلي أما أحمد أبو إيشي قبلي هذا قادر كويت سوعلي أو حلمانك السعودي محمد عبد الله فرماج عيد بن أذن هرتي كرت مجد معي لي حلمان هذا جبل لا أتقص وضيء توجد وحاكبضا كان عقامضا حلمان هذا كإيمانية جذب وحاكع قامضا حلمان هذا قبل كبن أدر كإيمانية دتك على أتك يجري روينت أي كع قامضا وحاكع قامضا اللي ما نظر شرفت له هذا وكمدي هاي قدومي كحجينك قبل كبنادر على يره وكمدي هاي وشير كحجينك وسعر دور فافينتا على عداله وحاكمي ذا أبحث تالي عيد بني آدم وهرتي كرتا أما هو رستاي كرتا والله وبالله وطلع نسكي وقول أرتي إن على يره اللي جوه رستاي كرين إنه اللي ما نقول يعني اللي جوه رستاي كرين على عداله إنه اللي جوه رستاي كرين لبذا ده نوع أقول ترى قال لي لبذا نين اللي ما نمضى إسك هالشيء كده أدواء يمهصل أي أنا أطلع قلني على عدالة ي عليها وبحتى للملك الصباح الساعة قبلها أروح ضب بدن التيم كأنه فرعي هني يشرب صم إيش الملك الصباح يان أمين جيسو ي بالك محمد الحمد الملك الصباح يان عد بني آدم وهو يستأجر تحي اللي بعند الدولة النبض ينال والله وبالله وطلع مجد أحمد ذوي يدني يكون معارضك وحيكش غينا يان فرماج مصابيك وفرماج ومدة إسكجعل فرماج ومدة إسكجعل فرتاج يفرم بيه بلا يكستوم يأذوا يما صراذي والله وبالله طلع اللي ما نذكر على كبر يكو الدم الجديد أو أنت هذا الدم الجديد والله عقهتي أو كنا الله عكشوا أيه هرت ذنكو قادني ما دعوين محمد عبد الله فرماج بقول سديتني يتضوع مرجع يزيف عون قيس بقول سديتني يتضوع أيوم ما دعوين محمد عبد الله فرماج أولها thank you عش thank you مرك عيد بني آدم وهو يستأجر خبرات ماله والله ينسو يستأجر مذا وين محمد عبد الله فرماج كرسي كان عاوز سو وفديه أيوه وفدينه سو البيع أحمد أبي يدني وش غيان إنه يرادن قبلنا قبته لكن كان سيء عيد كرة تنتهي دروا الكيان كدي كان هاي عيد بني آدم وهو يستأجر ماله جد قدور يشون كان وح والبق ونعي ولا لسه السنية هدي يهين جد حلالة أو حلال الله دسي أو ضل كان يضحك إني بتباديان الرضا الدالة دوحي كإيمان صار برلمان الصومالي كي ما نسعى دالب برلمان شرف له برلمان غروح بضن برلمان رمله فنان الدهي ذا قرنك أوك سلام أباي معنته الرمل الروزي وأوك سلامي وأنا ما سنته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إنا إذا وطو إنا لكان يقف في رسطه شرفي أكتر إيتي الله أكشر مركا مدعوين فرماجي من له رستاقي كرو مدعوين محمد عبد الله فرماجي أغون إي علمي إي ضد جعيل إيه الدولة النواة أيوه اسكو درسة يا هوري ساكر يا واعي دوري ساكر هدي الدروة اللذي ناقيه اللي قبي ولا لذي اللي قد يقني سيدي ياشي هدي اللي قد يقني إلا ترتن سيدي سيدي إلا ترتن عود كان عني يسي و سيدي ساقا مركي عربا و أحبرشيذ كديبي و تركي قلقي أبرر نسي هذي بروركي يسيف عونيس إيه الدروة اللي باور كوة دي إلي إلا كان هكو قلصونا بروركي يسيف عونيس قد قد دوري شوينك كسماية إنا يتقان وضدك وعد على فران محادي رئيس الوزارة وحالله يا الروبلة الشقادة هذه حد بأن نمضي إيتوك نمضي ويب اللعبتي الشقادة اللي قارب إنا وحكي قبطه رئيس الوزارة ويب اللعبتي مدحويني فرماجو
shacabka soomaaliyeeda jecel, dhalinyarada soomaaliyeeda jecel, hooyooyinka masaakiinta jecel, indhoolayaasha jecel, dhagoolayaasha jecel, cid bini aadan hor istaagi karto ma dhacso. Si walbaad u asaasiin waa sheegannaa, haddii guddiga doorashooyin wax ka qabtaana alxamdulilah, haddayse waxba ka qabana rabbilcaalamiin. Madaxweyne farmaajo waa soo baxaya. iyo dad jecelu ku fadhinaya wallaahi uusan ahayn in waxuu ku fadhiistay. Maxaa yeelay dadka soomaaliyeeda raba ciidankii lacagtooda ay helayaan, ciidankii lacagtoodii ay si toosa u helayaan. Magaalada Muqdisho waa roobaa da-aya, roobaa da-aya. Yaa keen ilaahay ka sokow nimcadan ilaahay farmaajo dalkan markuu amni ka dhigay oo dhiiggii daadanaya la joojiyey ayaa roobka wallaahi xalay u da-ayay. Waa inii sheega xala leefkeygii maantuu da-ayay, hadduu da-aya ilaahay noo nimciyey. qaraxyadii ilaaha roob noogu bedelay. Maxaa yeelay nimcadii waa bilaabatay, doorashadii waa bilaabatay, madaxweyne farmaajo waa soo noqday. Maxaa yeelay inuu dalkeedi qahir iyo nimco ka socotaasa kuu sheegaysa. Magaaladan roobaa da-ay, magaaladan dhiigaa da-ay, dhiig hoteelaa la qabsanayaa, ilaa laamiga ilaa laga gaaray xaafadaasi dhiig, qaraxii dadka ku daatay iyo dhiigagii dadkii dhintay iyo waa iska socon jireen. Maantana roobaa socda. Taas waxay ku tusee in dalkeennii dowladnimadii iyo ilaahay cabsigiisii iyo ilaahay in la addeeco ay mar la kala soo noqoto, oo dadka soomaaliyeed ay garteen inay ilaahay dembi ka galeen, oo ilaahayna ay baryo weydiisteen inuu ilaahay dalkan iyo dadkaba mar labaad u soo celiyo. Murugaysi baanagas madaxweyne farmaajo waa soo noqonayaa, wallaahi waa soo noqonayaa, oo billaahi waa soo noqonaya, oo tallaahi waa soo noqonaya. Sida qalbigeyga iyo ku jira niyaddayda inaan dhimanahay saan ogahay, inaad dhimanahay saa ogahay ayuu u soo noqonayaa. Cid hor istaagi kartana male, maxaa yeelay waa xalaal, xalaal lagu dhalay. Aabbihiis wuxuu ahaa, aabbihiis wuxuu ahaa. Thank you, yes, thank you, thank you. Wallahi farmaajo haddii la waayo waa la isweydinaya, magacaagaa la isweydinayaa, magacaaga. Soomaali waa dhimatay. Xabsiyada dadkeeni lagu gadanaya Liibiya iyo maxaa la yidhaahdaa, waa maasanta walaashay macanta, waxaa lagu gadanayay caruurteena gabdhaheena hindiga ku xiraan. Gabar meel ku xirantaa ma jirto waddan Afrika ama gaalaa, gabar meel uga xirantaa ma jirto. Maasha allah, maasha allah. Ilaahu noo siyaadi, ilaahu nimcada noo siyaadi, ilaahu khayrka noo siyaadi, ilaahu roobka noo siyaadi. Maxaa yeelay ilaahay haddii la baryo ilaahay wanaga aqbalay. Ilaahu madaxweyne farmaajo noo dayso, ilaahu noo soo celi, ilaahu cadowga ka qabo. Kuwii dadkaanii gatay ayaa raba inay dalkan mar kale qaataan, laakiin ma dhacso wallahi, wallahi ma dhacso. Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada xalaasha ay soo socda, aniga fartaag iyo baasta iyo ma ka hadlaya aniga. Dadka darawalladii iyo xaasaska dumaashayaashood keensanaya kama hadlayo, laakiin gabdhaha sharafta leh ee ubax taaliili iyo Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Shamso iyo Farxiye iyo Hana iyo Xaliime iyo gabdhaha quruxda badan ee hadda musharaxiinta oo mid ka mid a aan soo dhigay, wallaahi oo billaahi tallaahi, inaan farmaajo ahayn qof kale inaan codka siinin, inaan farmaajo maaha inaan qofka cod kale siinin. Waa hubaa, waa hubaa sanadkan inay taariikhda xusi doonto in farmaajo lala tartami waayo iska tagaan. Tuug iyo shabaab iyo xaaraankunaac inay tegayaan way dhacasaa, waana dhici doontaa. Ciidankeenna waa dhisan yihiin, dalkeenna waa noo dhisan yahay, magaaladeenna waa amni, waa barwaaqo. Argixisada waydii magaaladan waa loo diiday inay soo galaan, inay dadkeenna xasuuqaan. Maxaa yeelay waxaa timid dowlad cadaalada mushaarka bixinaysa, askariga daliyeeraysa, ciidanka tababar u qaadaya, madaxweyne 24 saac ka daqnanaya dadkiisa, yiri maya Burundi dambe iyo Uganda dambe iyo Kenyati dambe maya, gorgor haramcad duufaan maalin walba saas, gorgor iyo darab asad soo degay maalin walba haramcad barugeedibaan duufaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ama maalin walba saas soo degay. Maxamed Cabdullaahi farmaajo taallo, taallo wallaahi oo billaahi oo tallaa, stadium Muqdishona taallo looga dhisaa, maxaa la yidhaahdaa, meel walba oo astaan qaran ay ku taallana taallo looga dhisaya. Maxaa yeelay
dowladnimadii allah naxariistay maxamed siyaad bare dowladnimadii magacii aan lahayn maxamed siyaad bare wuxuu diiday kuwa calooshood u shaqaystayaala inay dalkan dumiyaan waa diiday xoog ayuu ku maamulayay madaxuu ka tooganaya dadka tuugada madaxuu ka tooganayay markaasa africa lagu isaaran jirin ma jiraan iyo madaxweyne lagu saas ku saaran jirin wallahi o billahi saasu dhihi jirin saasuu fadhiisan jirin markaasay la yaabi jirin kibir markaasu markuu socda xataa ay dabaraaci jirin waad aragteen muuqaalada youtube ku jira heebadda aan lahayn diyaarada keligiis qaadasa oo diyaaradaha soomaaliya dagaalka ayaa qaadi jirta saas wadamada u geyn jirta wuxuu diiday in gaalo dada ku shaqaysanaysa uu diiday maxamed siyaad bare xoog ku haysta xoog nimco iyo barwaaqan ku jiro dalkeenna iyo dadkeenna waa dhisnaaya ethoobiya iyo kenyana farta ugu yeeri jiray adeer dalkeenna heebadaas ku noqonaya heebadaas iyo magacaas ayuu ku noqonaya madaxweyne farmaajona waa soo noqonaya ama xildhibaano tuugaa keena ama firimbi iyo farta iblaay kastuumi iyo soo celiya saddexda wallahi farmaajo waa soo noqonaya afar nin oo tuugaa iyo toban xildhibaana oo tuugaa waxaa ka badan xildhibaanada saddexda boqol iyo afafka iyo kontonka ayaa ka badan ee soomaalida ee qarnimada doonaya maalin walba wiil qurux badan oo kanada iyo yurub iyo aasiya ka yimid oo xildhibaan raadinaya gabdho sharaf leh oo caruurtooda inta ka soo tageen senatare raadinaya xildhibaano raadinaya taas waxay ku caddaynaya in dalkeenna waddadii saxda uu ku socdo axmedoobi iyo dani marka waxaan leeyahay xildhibaanada aad tuugada aad keenaysiin farole iyo fartaag iyo aad soo celinaysiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi dalkaanaysa waxba ka bedelay farmaajana waa soo noqonaya cashuun ay ku fadhiisanayaan cashuun tilaabana ma qaadayaan tilaabo juuq haddii la qaadna xabsiya dhab lagu siinaya senatari senatariy waa dhamaata farmaajo haddii la tuurto hebel waa senatari iyo hebel waa fani waa dhamaataade xabsiyaa linta ku cabay xabsi wallahi murragay si faaxa u dhegeyso marka tuugada soo saara kuwa oo beenta iyo naxliga fiiri bal bal waxa lagu leeyahay fiiri bal ilaahaynu ku dhaariyay bal fiiri aawey muxuu yidhi seedigiis 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 fiiri gabadha uu qabo walaalkeed oo la yidhaahdo ama magaciisii yacquub ibraahim ismaaciil oo la dhashay xaaskiisa khadiijo ibraahim ismaaciil bal warkayga dhahaysa cadaalad dara ka xun maa jirto cadaalad iftinan ka hadlaa iftin fartaag darawalkiisii uu keensaday laakiin iftin baasto axmedoobe dadkaa rabtay in la keensada in la tartamaan ma xaggee ka dhacdaa xaggee ka dhacday waa in la tartamayaan xaggee ka dhacday dadkaa rabtay in keensada xaggee ka dhacday miyaysan dadku xor ahayn miyaan aniga kismaayo ka tartami karin warkay dhahaysa hoo mani dadaa taagan inay tartamaan cadaalad darada axmedoobe oo kismaayo ka wado ra-iisal wasaaraha waa ogyahay ra-iisal wasaare shaqada dal ka socda by today waa la socotaa xildhibaanada oo axmedoobe soo gudbiyey waa taqaanaa xildhibaanadii dalkan dhibaatada geliya inay yihiin waayahay waa tartami karaan laakiin maxaa loo diiday xildhibaanada gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha dhallinyarada inay la tartamaan maxaa loo diiday ee kismaayo albaabka laga xiray hanjabaad la yidhi waa laindila haddana la yidhi keensada waxay la tartamay darawalkaygan wataa xaaskayga wiilka lishaan wata mabata meel ay ka shaqayso waxaas maa jirta maya ma dhacaso waxaan rabaa ra-iisal wasaaraha inuu ogaado annaga xog walba kismaayo waxaan rabaa horta inaan uga maada celiyo gabdhaha quruxda badan hooyooyinka sharafta leh dhallinyarada reer kismaayo aadaa in kaga maada celinaya waajib ay ugu tahay waajib ayay ugu tahay in aan xogtaas mar walba aad iisoo gudbisiin annaga inta ka sheego sharafay ii tahay allahin sharfo waan kaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan halkan mar kale aan in kagu soo gudbiyo arrin magaalada muqdisho ka taagan wiil dhallinyaro ah warkaygaa si fiican u dhegeysta waxaan rabaa cadaaladdu inay shaqeyn cadaaladdu inay shaqeyn haddayse cadaalad shaqeynayn dalku cadaaladdiisa hoose u dhacee waxaan rabaa wiil dhallinyaro ah oo bajaaj ayaa ciidan ka tirsan booliiska soomaaliya ay ka soo qabteen magaalada muqdisho habeen roonda la wey waxaa soo qabtay bal warkayga si fiican dhegeysa waxaa soo qabtay ciidankii roondada ku jiray wiilkii markii saldhiga la keenay oo soco la yidhi ayuu baxsaday waa cararay askari ka mid a ciidankii jooga ayaa xabad ka dabariday xabaddii waa ku dhacday cunugii waa la qaaday taliyihii saldhigaa la wacay gurigiisuu ka soo tegey taliyihii saldhigaa qaaday wuxuu geeyey isbitaal madiino
عيد بني آدم أو صورها ستي أما صو أصتي هذي هاي تمجرت بروك يجي سيف عون جيس ويلكي دور بري ماشي شوقي أنا جي ولد داويني وانت تليه صليك قد ما ده هلو ذاك نجيب عرب وهو ده تقنين ميت كيو صاق هذا يصير يدي ذكاني عيرني كان ساسي كل عادي استال كي لقي استال كل انتي مركي ور ايرا على هذا مركي استال مدينة لقي ايو يمين وحور ريبوت كقري اسكري جيد لي بحصدي عنق حبدي كل رفتي عنق مركي حبدي كل عادي عنق وا 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 داو حانا الوغ هذا اسكري جيد الوعر مال وركي يجي سيفا عنق يجي اسكري وا بحصدي نجيب عرب نيكي وار هذه اسكري محويا مركي اسكري كرجيز كري اسرامي صليقة دقمدة هلوذاق ميسة أسكري لكياني أو لوكياني إن عيدة لوكبو خل قلدة أي وذين بوليس في صومالي أسكري لوكبي أيو كميدها أسكري ديبكا جيستي ما هين أسكرة صليقة دقمدة هلوذاق أخرني ما هين وهي حقيجي شعبك دقمدة هلوذاق دقين أي أي حقيجي وهي حقيجي دلين يرد دقين دقمدة هلوذاق إن ويلك أسيها بينكي markii xafada ay ku dhacday oo dhintay xafada dhan ay soo baxday oo wiil xafada degan yahay la mooday saasna taliyaha saliga degmada uu ku qaaday isbitaal madina ku geeyay report uu CID ka soo qoray askari ninkii dilay waa baxsaday ee Soomaalidu marka cadaalad ma rabto ee wadankan sharci yahay haddii wasiir saafuta oo nin xafada ku dhufato wasiirka xaq wuxuu leeyahay inuu ninkii xafada ku dhuftay uu geeyo maxay la wasiirkan ma dhin dadka dil murkay dhigis wasiirku ma dhin ninkan staafka dadka dil taliyaha saliga degmada hoolwadaag laba mar ay ku wicilayaan jiib carab staafkiisa ma dilin oo baa ka saaran ciidankii saligiisa ma dilin mar warkeegii si fiican u dhageys goobta waan tagayaa goobta oo lagu dilay waan tagayaa waan inii soo bandhigi doonaa muuqaalna waa ka soo duuba waxaan rabaa wiilkaas shirka inuu cadaalad helo laakiin eeladii iyo qaraabadii dhalayna aysan cadaaladu ka leexan cadaaladu inay iska leexan maxay yeelay cadaaladda waxay taalaa ii sheeg maxal yiraahda maxkamadda bal warkeyga dhageyso bal warkeyga si fiican u dhageyso ninkan ciidana dilay amar ma lagu dilin taliyaha saliga degmada hooladaag uu bixiyey ma lagu dilin bal warkeyga si fiican u dhageyso bal warkeyga si fiican u dhageyso si qofaan qoraal u qoraa leefan ku jiraa waa telefoon ugu galaa marka taliyihii najiib taliyihii najiib carab ma dilin wiilkan dhalinyarada waa dhalinyaradii magaalada muqdisho waxaan rabnaa askarigii dilay inay dawladdu soo qabato cadaaladda marsiido sharcigan la waafajiyo thank you in sharciga la waafajiyo wiilkaas dhalinyarada cadaalad u baahan yahay laakiin eheladii iyo qaraabadii wiilkaasu ka dhintay cadaaladda ka fogaanin taliyaha saliga ma dilin roondo shaqo kuma lahayn kumana jirin shaqadaasna muusan kamurahayn gurigiisa laga wacay waxaa la yidhi howlgal ayaan ku jirnay wiil aan bajaaj ku soo qabanay waa ka shakinay wiilku waa caray xabada oo askari kamida ku riday xabadii ku dhacday dhaawaxaana loo qaaday saliga madiina la geeyey wuu soo baxay CID uu tagay ribood uu qoray ninkii dilay oo caray oo goobta uu imaan uu qabar rabay wuxuu gudbiyey magaciisii sawirkiisii meeshu ka tirsanaa wixii dhan uu gudbiyey ninkii dilay inay marka odayaal intay isku tagaan ay yiraahdaan waxaa dilay taliyaha saliga degmada hooladaag waa ceeb ku tahay ninkaasi najiib waa wiil dhalinyaro ah hadda ka hor waxaa lagu nabay banaanbaxyadii magaalada muqdisho ka dhacayay askar kamida askar ka shaqeysa degmada ayaa dishay shaqadiisii muru laga geliyey baaritaana sameynay leefan ka hadanay banaanbaxyadii muqdisho ee dhacayay oo sawirka madaxweynaha la jabinayay waad orgay waa ka hor tagnay waxaan yidhi hala joojiyo markii dambe askartii intaga intuu baxay oo la yidhi intii la soo celiyo ma shaqayn karto yidhi waay isagoo amarkaas qabo intuu dhuuntay oo ciidanka haystay oo ninkii dilay soo qabtay iyo labadii inay shaqaynaysay uu dowladda ku soo wareejiyo waa ka ninkii ninka dilay labadiina waata intaasuna ma shaqaynin maxkamaddii markay baartay kiiskiisu u dhacay ayaa la yidhahdana dib shaqada ugu noqon
وعلى ربع دلنيرده سراكيشا من وركيغي سيفا عونغيس دلنيرده سراكيشا شقدوده قبصنيا من وركيغي سيفا عونغيس ان لي يرادو ان لي يرادو وركيغي سيفا عونغيس ان لي يرادو نجيبا دلي معقول ما قفان دنبي لهين هدي دنبي لو صارو اقرضا وكفو انسا انا واحنا لك دلي ويل انا ما درنا انا لك دلي بروكي يشفع ونقيس وحال الدلي او هبر قدره او قدوميه دقمده هضن ايال الدلي الله هون حريسته لقيتون وحال الدلي عيد من الدولة او رود الصميني او باور قال رادني وي دولة شرفتها يعني انا يعني تاقيرو شقه وحي قبطي ايه الذي يقرابه دي بيش وقد اشي يكون قنعين او قيبك قدوميكو عيقينك امنقي سياسة ده علي يري وسوى مسؤولة أو أمني جوان كان مسؤول كه وقاب كه ووعدكم مري إن دخل دلي عدالة المرسيني وعي بارتان دير وحال يروح حد دلي تليه سلقة هلودا يتليه سلقة هضن لبده ديوال حري ما دام هالقلك أولها تليه سلقة دقمده هلودا هدو حرية والحكومة أسكرتي والحكومة لكن كسو مدلني إنه قدومية دقمة هذا ويا كسمه سودني لكن قاب كهول قلده أسمائين بارتان كأيدن كأسمائين أيو كودنت الله نحريسته أنك بل يرضي قول كبنادر إيه هيد نحن أهلنا قرابنا أيوها سمر إيمان الله نقصي وكوغن عني هول قلكي دولد إيد مضي وحال حري أيدن كي لن أوتي تليه سليقة دقمة هذا إيه تليه سليقة هول ذاك halk nin ayaa baxsaday ila hada nool iyo geerimo la waayay ninkii baawrka dabajax ku shaqshaqay lama hay laakiin isagoo maqan ayaa la xukumay wala soo qabanaya waxa la sheegay inuu bard weyni dhumaalays ku tagay qaar kamid ay leeyeen dhinac shabaab uu galay laakiin wali ciidamada dawladda ay ku raajoogaan way sidii nala sheegay gudoomiyi taliyaha saliga degmada waa bari wala sidaa wax dambi ah lagu way koos wuxuu u tagay gurmad ومتين قدميه إنه دل أم قيب كان هو وحنا كمؤين ولا سيدا تليه سلقة دقمة هو لذاك دم بيجي وقري أو فلكي خلدنا يهال قلاد شو اسمه أي الله حكمي يدل يرضي حبده ودري ذو رم أنت كل ولا سيدا وحان مركو الدولة هذه مركة إن نين إسلامي أنت لذ ويل كي يقدري ما ويل كان واحد أنتي ولا دوري شيء دي ذا كوره هسا إذا كي سلقة دقمة ذا هول ذا كوره هاي نك دري وابح صد السجع عدالة دلا مرسينيا السجع هي عدالة دلا مرسينيا شو تلوجينيا إلى أجري حسنا هسي شوت هي اللوجينيا والحكومية لكن نجيب عرب وحقو الدم بكلية هبيرات مالي أنا نجيب سو قبيل مني لكن اللي يرد هول ذا يا إيش شيء إن ضد كي ويل كل قد لا يكون جيهن تليه صليقة دقمة هولاد ما هي ودقي أنا أقول ولكن أدي لدري أنت دي شان غناي استعب كيس أدي دلان استعب على قربين وطو وحرة وهالكاس وقعد ينو نكان دلي وصل سجع أمرن أمر كان صوص به ولا بارا مرك إذا كي كلا لوض حرية جونيا لوض حرية ولا بارا يا فرق سودع ويعدانا صار مرك إنه صن تليه صل شغل كله مرك تليه أو مرك أسفل قلك بجوين وجرو يسي حاز كيس لجو إن اللي يراده ويلا لدلي ولا صاقب وصاقع ومعه صاقط وداو عيق هذا وقعنتي سوق هذا بقولك سوق هذا وشقدي دول نمط قبصري أسكري جدنا أو بحصري هدي اللي يرادو إيشك محل يرادا نجيب هدلي أو تليه سلقة دقمة هولو ذاك هدلي ما أدر مقالة أنا جوبنا مقالة أنا واحد كدعي أنا أوك دلني يرادا إني واي دلني يرادا اللي دلي إدول بقر دلني يرادا بجاش ليه ذا ديشة أما ويل دلني يراد مقالة مرة يا أسكري ولا ميجي تعبان كبر حفظه غرفت عدالة ذو مرة هذا أسكر تاني هولو ذاك جوبت وهرم عادي يسكو جرت بوليسك هدي ويل جيتك مرة أنتي مرمان حبتك رفت تليه هذي ما أو هالقلك ماشان أوكي يعني ما الرادني يا مي نك يدري الله صوغة بني بكاس دولة دو ما أمرين أذكرت إني دتك دلاني دولة دو واحد أمرتيني أمان كده سوانه هنتيده الوردية تليها سلقة دقمة ده هلو ذاك وحلق شو بدري دقمة ده ديني له أو شبابكو يصدر أبوحان دتك دقمة ده سي عدالة وش غيني أذكرت الدقمة ذا ويل أن يرى هذا كور حلتي والصوحي
askartii xirtuub soo xiray, xabsiguu keenay, maxkamaddu u soo gudbiyey dadka degmada dayni la degan najiib carab markii laga bedelay way u xiiseen. Degmadan horlaag markii la keenay shaqo fiican uu ka qabtay. Hadda ani haddaan baxlodaag waa tegi karaa, maxaa yeelay habeen iyo maalin ayuu roondo ku jiraa. Wiil dhallinyaro ah oo mustaqbal leh oo hami fog dalka kale oo darajada uu maanta leeyahay mid ka daran inuu gaarar jecel in la yidhaahdo dad uu naga dilay dad qabiil intay isku yimaadaan t v-ya duubtaan yidhahdaan anaa ninkaana naga dilay suu in kaga dilay ma cadaalad darre rabtiin ma ninaa ninkii dilay inaa aada maxkamada iska geystiina rabtiin ma cunugaa yarkaa mustaqbalkiisina uga ciyaartiina rabtiin maya. Waxaan leeyahay beeshii wiilkaas dhallinyaradaa laga dilay waa wiil walaalkeena oo dhallinyaro ah, dhallinyarada magaalada muqdisho aan u doodayo oo cadaaladda inay helaan rabaan ayaan ahay. Wiilkaasi askarigii dilay waa la keenayaa. Taliyaha saldhigga booliiska degmada waa beri shaqada ugu culus u hayo waxay tahay inuu ninkaasi baadigoon ku sameeyo. Taliska ciidanka booliiska soomaaliyeedna waxaa laga rabaa ninkaas inay soo qabtaan, cadaaladna ay geeyaan. Haddaysan cadaalad intaasba geyn, ma nin islaameed oo shaqadiisa wata ayaa la iska saarana. Soomaali weligeed waa sidaas, waa u qaaday wuxuu geeyey madiino si ay dhiidu tegey markuu dhintana si ay dhiidu keenay si ay dhiidaa dugtay si ay dhiida waxay tiri cunugaan hala duug meydkan waa urayaay ma wax dembiyuu ku leeyahay maya. Waxaan leeyahay wiilkan dhallinyarada ee actifka ee maanta dowladnimadiisa u shaqaynaya, shabaabka la dagaalamaya degmada hoolodaag 24 saa qaraxyada iyo dilalka maalin walba qarax loo dhigayo shaqada u hayaa laga niijibin. Waxaan codsanayaa eheladii iyo qaraabadii wiilkaasu ka dhintay adeeryaalow ilaahay ka cabsooda cadaaladda aada. Taliska booliiska waxaan ka rabnaa dhaha wiilkii ninkeen cunugeena dilay in naloo soo xiro cadaaladda naloo marsiiyo. Mar warkeygii si fax u dhageyso. Hadda ka hor wiil anigaan dhallinyaranahay oo qaraabaanahay ayaa waxaa dilay nin askarii ninka astaafka u ahaa ayaa dadkii eheladii waxay dhahay ninkaana anaga u haysanaa warigaa maxaa ka rabtiinaaya cunugaa ma naga dhimano iska daaya waan soo qabana. Taliska booliiska tagana waxaan nihi 24 saac ama maalmo gudood waxaan ku rabnaa ninkii cunugeena dilay inaa noo keentay meydkiina waa kale duugta ama qaata oo dhex dhigna waa ka tagay. Way qaadeen meydkii qaadeen taliskii booliiska way soo duugeen way baareen baaritaan ku sameeyeen ninkii meeshuu ka yimid iyo ciddiisay raadiyeen. Maalmo ka bacdi ninkii waa la soo qabtay tiirkaa la geeyey shuutaa loo geeyey waa la xukumay waa la tugtay. Das cadaaladda ilaahay ku wada xisaabtamayaan halkaas waa la iska dabageynaya. Laakiin haddaan ninkii askariga oo aan dhihin dil oo shaqo aan ku lahayn oo la joogin in madaxa loo saaro waxaan leeyahay dowladdu hadday cadaalad jirto, dowladdu hadday cadaalad jirto wiilkaas dhallinyarada ee actifka ee shaqada fiican aniga aan u qiray oo aan aaminsanahay oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi shacabka hawlodaag la weydiin karo, shacabka hawlodaag la weydiin karo shaqada uu ninkaas ka qabtay. Waxaan leeyahay najiib saaxiib kiib gawin hore u soco dowladdaadiyaa dhex joogtaa madaxweyne farmaajaa kuu jooga intaani in ka badan oo dallacsiina waad helaysaa shaqadaada cadaalad u farso. Askarta kula shaqaysa ama askarta saldhigga degmada hawlodaagi oo dhan ka wada shaqeeya ninkii wiil dhallinyaraha dilay cadaaladda geey soo qaba saa ugu soo qaban lahayd raadi ee shuuto u geey si uu wiilka u dilay loo helo. Waxaan ku leeyahay niyo jabin shaqadaada hore u wado baraha bulshadaan arkaayo odayaal qaylinaya sidaasaan maanta anigana kuu dhiirigelinaya waxbaa niyo jabin waxbaa. Magaalada muqdisho waa la yaqaan ninkii nin dilay, magaaladan kuwii wax dili jiray waaba la baabacshan. Laakiin maanta askarigii wuxuu joogaa dabka askari hadduu wiil bajaajla xabad ku dhufto ma waxaan leeyahay waa la soo qabta maya, cadaaladdu way imaanaysaa. Waxaan leeyahay najiib wiilkaas dhallinyarada taliyaha saldhigga degmada hawlodaag yaan mustaqbalkiisa lagu ciyaarayaa been lagu shegay weligiis istaafkiisa ama isaga qof mandili wuxuu soo maray boon dheere waxaa la geeyey daynile maanta wuxuu ka shaqaynayaa ii sheeg maxaa la yidhahda saldhigyada kuwa ka shaqeeya askartooda qofaa wax dili kuma jirto. Saldhiggan degmada xamar jajab hadda la bedelay istaafkiisa qofay dili ma jirto abaadaadi been maa la sheega. Wiilkaas dhallinyarada oo mustaqbal kale oo dhallinyarada ee maanta u gashtay shaati qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa dhallinyarada dowladda daacadda ugu shaqaynaysa ah ee kuwa tuugada ee saadiq john iyo aruursanayeen aan ka mid ahayn ee dhallinyarada dowladnimadooda u shaqaynaya diiday wax walbo loo sheego la yidhi wariyaha najiibo may maqlaysaa ha howlgallaa magaaladan ka bilaabanayaa degmada dayn ilaa joogtaa na taageer oo ciidanka iyo waxaasi howlgallad haddii magaaladan xabad ka bilaabto waa diiday ada raalli ahadi amar aniga taliye booliis maahe iyo taliye amarkiisa qaadanaa maaha inaan amar kale qaadeen waa lee kartay
cunugaas marka dowladdiisii jecel oo qarnimadiisii si daacad ugu shaqaynaya oo dowladda maanta joogta taageersan ayaa mustaqbalkiisa looga ciyaaray. Odayaashana waxaan leeyahay dadku waa dhimanayaan, kullu nafsin daa'iqatul mowt, wiilkiina wiilka dile waa la soo qabanaya, cadaaladaa laynii geenaya. Dulqaad samey, I love you so much, dhammaanta waan jecelahay, meel walba aad joogtiin aamid waa maasantahay. Wadooyinka cumar finish shaqo fiican u hayaa, guddoomiyaha gobolkaan rabaa inaan ishow, guddoomiyaha gobolka dhaliyishii waa ka dharjin, dhaliyo badan waa qabaa, waa la socdaa magaaladan dhiiqadeedii i waxa jira. Wuu shaqaynaya, wallahi wuu shaqaynaya iyo billahi tallaah, shaqo fiican u wadaa, wadooyin hor loo furayaa, wadooyin cusub oo dhagax dhigayaa, wuu shaqaynaya. Dulqaadan u yeelna magaalada aniga ninka dhex marana, dhibaatada aan ku qaba maalinta aad dhabarkaasi xanuuni guw bajaagsa u shaqaynayso. Laakiin waxaan leenahay guddoomiyaha waa dadaalayaa, meesha keliya ay wax ka dhimayihin waa guddoomiyaasha degmooyinka. Guddoomiyaasha degmooyinka aanan shaqaynayn, xildhibaanay u wada sharaxayin. Aniga guddoomiyeyga degmada Wareegle xildhibaanada u sharaxanta, degmadaydiina waa urta dhiiqa iyo qashina horyaal. Hadda waxayba sameeyda masaajidkii cabdilii cawreen dhagaxaan ku xirtay abendhowd, masaajid cabdilii cawreen tagi dhagaxaanay ku xirta wadada in la furo dadka loo maro xaafadda loo maro miyaysanayn. Kulaha baawuraa imaanaya wadadan waa jajabaysaa, wadada madiisa haday jabto. Wadadii waxaa laga xiray masaajidka meesha cabdilii cawreer, waxaa ka soo wareeganay laa mareexaanka ayaad ka soo wareeganay, saasa degmada halkaas ugu soo gelay wadaad ha dhagax ka qaadi. Wadadka maxay curyaamine, maxay diiday degmo meeshaan dhisay diiday ama meeshaan biyahay diiday? Shaqa shaqo ma rabto, waxay kulahaa xildhibaanada u socda, xildhibaan waxaa la qaado. Marka waxaa waaye dhibaatada lagu qabo guddoomiyaasha degmooyinka, waaye guddoomiyaha gobolka Banaadir waa shaqaynayaa, wadooyinuu furayaa, wadooyinuu dhagax dhigayaa, waa maamulka gobolka Banaadir ay dhisayaan. Laakiin guddoomiyaasha degmooyinka dhiseen degmooyinka xaafaday lacag ka aruuri karaan, wadaday jaay ku shubi karaan, array ku shubi karaan, xataa hadday salaamisaan aradaasi jaaygaas roobka markuu istaago way qabanaysaa. Marka waa la dadaalayaa, dowladdan dhaliil badanna waa leedahay, shaqo badanna way leedahay, laakiin annakaa la rabaa inaan toosino. Meesha wax kuxunyihin anaa haddaa isku tagna xaafaddeenna oo intaan lacag isku darno waa dhisi karnaa wadadeen. Marka insha allah dadaalaa jira, wacyigelinaa jirta, kama daalan. Inikana waxaan ka rabaa dulqaadka badiya. Faarax cabdi oo messengerka igala soo hadal, faarax cabdi anaa hadda kaala soo hadlaya, waxaan kugu qana faarax cabdi maaho anaa kula soo hadlaya, messengerkan kaala soo hadlaya ifiiri. هذا هذا نكاس على فون كي جربه إن لما أن القرآن لو دروا نيوس أقرن دواي دافت أمرنا يوسف بإله فرعه هذا حتى فيسبوك يكجر يا مسنجر السلام عليكم يقول صغر أنا كل صحريرة يا لمر كاية أنا لمر كاية حتى كسينا يا مركا وحان الله إياه دولد نمد هكو ليسو تقرن كان هكو ليسو مقالة مقدشة إني جوغا وانبط إيه برواق وانبط إيه برواق و qarax ma jirto, dilal ma jirto, roob ayaa da'ay, nimcadaasna ilaahay iska suldaankayga waa ku salaamay. Waa joogay maanta, waa soo maray oo baawurka laga daldalayay oo ritis walaahi axmed ceelgaabta baawur waa soo maray, anaa soo maray beerta nabadda alaab ka soo qaaday waa soo maray. Ishaq maxaa la yihahdaa baawurka saasuu guddoomiye xataa waa maasanta wadadaas maal la weyda lagu shubay guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada hol waa beri ayaa ku shubay wadadaas waa beriya iska leh waa beri sideeda waa iska jabsan tahay waa shaqaan jirin. Marka insha allah waa la dadaali doonaa haduu ilaah yiraahdo insha allah haduu ilaah yiraahdo dhibkana waa laga bixi doonaa guul baa inii rajaynaya insha allah haduu ilaah yiraahdo qarankana waa guuleysanaya. Marka xildhibaano tuuga iyo balaayo iska soo daldala annakana adar intaad qodosinaan qaybeena xildhibaano sharaf leh oo dalka iyo dalka madaxweyne farmaajina codka siinaya soo saari doonaa. Thank you. Waan salaamayaa, I love you so much. Mar walba joogti waxaan leeyahay. Wasalaamu calaykum.
ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت باور قدومي شل ماهين باور على بس ذا قدومي مرك باور كلا الله كانوا لو قدني مرك وادي بات والله صور عربينا كقاعدة دنا وحاسس راي دل كاجينا أذى قروح شتو أذى وح كودا وملك وين سلامي.